ننتقل بإخواننا إلى كلمة لشيخنا الفاضل لحسن وجاج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدده وأن يوفقه. وهذه الكلمة اخترنا لها عنوان الأخوة وعوائقها، ونحن في أمس الحاجة إلى هذه المواضيع، خصوصا في هذا الزمان الذي أصبحت فيه عامة مؤاخاة الناس على الدرهم والدينار، وقل فيه الأخوة التي تكون لله خالصة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، أن يوفق شيخنا، وأن يحسن عاقبتنا وعاقبته بخير. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، قد اقترح علي الأخ هذا أن أشارك الإخوة في هذه الجلسة المباركة بما تيسر من النصائح، فقبلت، وقد اختصرت لضيق الوقت حتى ما يعرفه الشباب السلفي مما فتح به الأخ الأول، يعني أدب الكلام عند السنيين دائما يبتدئ بفاتحة اسمها دعاء، مش دعاء، قول خطبات الحاجة. خطبات الحاجة قد تركتها عمدا لضيق الوقت من جهة، لأتصدى إلى ما كلفت به. وقد اختار للإخوة أن تكون هذه الكلمة في معنى الأخوة، طبعا الأخوة في الإسلام، لكن الأخوة هذه لها روابط متعددة وأشكال متعددة في حياة المسلمين. أنتم تسمعون رابطة من رابطة يش رابطة النسب إخوتي، ورابطة الوطن إخوتي، ولا ورابطة اللهجة، ورابطة التحزب من هؤلاء. أنتم تسمعون جماعة كبيرة في مصر وقد فعلت كثيرا وتعبت كثيرا وتسمى إخوان المسلمين، وإلى جانب هؤلاء تسمعون عن قربهم إخواننا المسيحيون في لبنان وفي غير لبنان من البلدان الشرقية، حيث اختلط المسلمون بالنصارى. وتسمعون من الأخوة الحزبية ما أدركناه نحن في هذا البلد من الإخوة الذين ينتسبون إلى حزب الاستقلال شيء، والذين يضادونهم حزب الشورى والاستقلال الإخوة. يعني فالشيطان استغل هذه الكلمة وفرعها ونشر سمومها في المسلمين من حيث لا يشعرون ولا يشعرون. ولكن الأخوة الحقيقية هي التي يكون الرباط فيها هو الإسلام. خذوا أمثلة من القرآن الكريم التي تقيد الإخوة أو الإخوان بالدين. ففي الحجرات قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا
بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. وتسمعون قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فالإخوة هنا أو الأخوة هنا مقيدة بالإيمان. وفي سورة التوبة قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي الأحزاب قوله تعالى: ذكرني، انتهت الأحزاب ما استحضرتها. فإن لم تفعلوا آباءهم فإخوانكم، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. إذن هنا الكلام عن أنواع الأخوة يفرض علينا أن نبين الأخوة التي تنفع في الدنيا والآخرة، والباقي من أنواع الأخوات وإن كانت تنفعك في الدنيا فإن النفع الذي لا يتعدى الدنيا إلى الآخرة لا يعتبر نفعا. مثلا رباط النسب، وهل ينكر الإسلام الأخوة في النسب؟ لا. رباط الوطن، وهل ينكر تلك الرابطة؟ لا. رباط كل تلك الأشياء تنفع في الدنيا نفعا بسيطا، ولكن إذا لم تكن هناك الأخوة مبنية على الإيمان فلا تنفع بل تضر. بل حتى هذه التي نعتبرها أخوة دينية لها شروط، فإن الذي يعتز بأخوته الإسلامية لا ينبغي أن يبالغ في تلك الأخوة مع أنه لم يأتي بما تفرضه عليه من القيود. فإن الأخوة الدينية تفرض عليك النصح، تفرض عليك النصح، وهو شيء نلمسه في حياتنا اليومية لا بالنسبة لآبائنا ولا بالنسبة لأنفسنا. فكلنا مسلمون وكلنا نعتز بالإسلام، ولكن انقسمنا داخل هذا الإسلام انقسامات متعددة قبل أن تكون هناك الأحزاب السياسية والأغراض الدنيوية. في باب الأذكار هناك تفرقة غريبة وقعت للمسلمين في عالم الأذكار نفسها. أولم تجدوا آباءكم وإخوتكم إلى الآن قد انقسموا، فهذا درقاوي وذا تيجاني وذا بوعساوي، قال لك هذا هو الموجود إلى الآن في بيت واحد، تجدها الآباء والأبناء مسلمون كلهم يعبدون بالأشكال التي دربوا عليها، ولكن لا يمكن لأحدهم أن ينصح الثانية بأن هذا التفرقة غير واردة في الإسلام، لا يستطيع هذا، لا يستطيع. ولذلك عندما نقرأ قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يمكن أن تقول آمنوا لا بأس، فقد تجدد الإيمان شوية خصوصا بالنسبة لهؤلاء، فالذين أرى أمامهم أبناء 30 سنة و 35 سنة غالبهم لا أعرفهم، فقد تجدد إيمانهم لا أنكر هذا، فهذا شيء أعرفه قبل ولم يكن وقد كان، فقد تجدد الإيمان، لأن الإيمان فيه جانب نظري علمي وجانب عملي، وكل هذا قد لمسناه في شبابنا اليوم
وهو لم يكن في آبائنا. آمنوا نعم وعملوا الصالحات لا بأس، قلناه في جانب النظري والعمل العلمي والعملي، ولكن وتواصوا بالحق. ماذا لمستم في قوله تعالى وتواصوا بالحق؟ أبدا لا يمكن أن تنصح أباك ولا يمكن أن تنصح أخوك، لأنه قد تاب قبل منك، قبلك شوية 3 سنين و4 سنين، لأنه الشباب، هذا الشباب اللي كتشوفوا دروك هم أنفسهم إذا سألتهم متى التزمت يقولون التزمت، قال لك هذه 3 سنين وأنت 5 سنين وأنت 10 سنين، فهذا الذي التزم 10 سنين ما يقدر شيء، هذا الذي التزم 3 سنين يصحوا يقول أنا ولا أنا أعلم، ما يرضاش. ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول الدين النصيحة. هل الدين كله مكون ومركب من النصيحة؟ لا، مكون من أشياء وأشياء، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ركز على النصيحة لأنها أهم، كما ركز في قوله بعرفة. أش قال في عرفة؟ الحج عرفة. هل الحج مركب من عرفة فقط؟ ولكنه لضيق وقته يعتبر أهم ما في الحج. إذن فما زلت أتحدث عن الأخوة، ينبغي أن تكون دينية إسلامية، ولكن الطالب أو الشاب ينبغي أن يعرف، أن يقرأ التاريخ ليعرف مدى نعمة الله تعالى عليه. فهذه النعمة، فنعمة الإسلام الإيمان التي فاز بها الشباب بحمد الله، لا يمكن أن يعرفوا قيمتها إلا إذا عقدوا مقارنة بينها وبين فقدانها بالنسبة للبيئات التي سبقت أو لاحقت. متى تظهر النعمة؟ إذا قرنت بالنقمة. فحمدكم لما أعطاكم الله تعالى ينبغي أن تقارنوه بما كان عليه آباؤنا وأجدادنا، من يعبد منه ومن لا يعبد، لأن العلم ما كاين والعمل ما كاينش، لأن العلم يحتاج إلى التعاون والعمل كذلك يحتاج إلى التعاون، وكلاهما يحتاجان إلى الحرية، والحرية في الغالب وما زالت قليلة وغائبة إلى الآن. ففي استطاع كل واحد منكم أن يجتهد في باب الأخوة الإيمانية بأساليب متعددة وبأشكال متعددة، ولكن لا يستطيع، لأنه يدرك قبل ذلك أن ما نسميه بالتيار السلفي الذي جمع هؤلاء الإخوة ما زال مطوقا، بل طوق من 2 أو 3 سنين تطويقا عالميا. التطويق القديم كان بمجرد الخرافات، الطرق والأهواء بتاعت الأفراد، أما الآن فقد طوقت السلفية بطوق عالمي مادي مقصود. ومع ذلك فليحمد من أكرمه الله تعالى بالتيار السلفي السني، فليحمد الله وليصبر. التيار السلفي السني إلى جانب الإسلام، هل هناك تناقض أو لا؟ إنما هو توضيح. ما هو الإسلام الذي ينفعك في الدنيا والآخرة؟ قال لك الإسلام الذي يصاحب السنة، لأن السنة في الأصل السنة النبوية، السنة النبوية التي فاز الصحابة بها، ثم التابعين، ثم بدأ الأمر يتناقص يتناقص حتى غابت، حتى صارت غريبة هذه السنة. لماذا أضاف علماؤنا الأقدمون التيار السني، الإسلام السني؟ خلي الإسلام كما كان. قال لك هناك غاية، أضافوا رحمهم الله وصف السنة
لإبعاد خطر الشيعة. وأنتم إذا قرأتم التاريخ في القرن الرابع في شمال أفريقيا والآن في إيران ستدركون شر الشيعة، مع أنهم اليوم في الميدان السياسي يظهروا أنهم أفضل من غيرهم. نعم، ولكن هذه الأفضلية لا قيمة لها. لذلك أضافوا الوصف السني، وبعد ذلك لم يكتفوا بالوصف السني وأضافوا السلفي. لماذا أضفتم السلفية؟ أضفناها لإبعاد ماذا؟ لولا شيعة هنا صوفية. فالذي أفسد المسلمون من قرون وقرون هي الصوفية، من حيث يدرون ولا يدرون، على حقش هما لا يدركون من أمر الصوفية إلا الأذكر، احنا كنذكروا. أما نوعية الذكر وألفاظ الذكر وعدد الذكر وكيفياته الجهرية أو السنية أو المكانية، أو هذا كله لم يجدوا طيلة حياتهم من يعلمهم الذكر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذكر ذكر من حيث الاسم، ولكن الذكر السني في شكل والأذكار الأخرى في شكل. إذن هؤلاء الطوائف الذين ضاعوا، وهم أغلبية المسلمين فيما أدركنا في الجيل الماضي، بل هم الذين يعتبرون في نظر الناس أنهم يعبدون، أما الباقي من أفراد الشعب فهم جهال وهم لا يصلون ولا. فالذي تظهر عليه سمة العبادة شوية هم الطرقية. فالذي لم يفهم معنى السنة لا يمكن أن يدرك معنى السنة. السنة تفرض عليك فيش الكيفية. أقول قل لي هذه الشهادة التي كلفنا بها وهي عنوان الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لو تأملت في الشهادة الثانية التي تشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة لأدركت معنى الرسالة، البيان في الأصل على من؟ البيان على الله، والبلاغ على من؟ على الرسول بإذن الله. وإحنا علينا التسليم الطاعة، لا يمكن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يزيد شيئا من عند نفسه، ولكنه أذن له أن يبين لنا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. ماذا تبين للناس؟ قد بين الصلاة وبين الأركان الخمسة وبين كيفية الذكر وبين. ونحن على شيبتنا لم ندرك هذه الأوصاف التي تتعلق بمعنى الذكر السني إلا من 10 سنوات. من علمكم؟ وقد درستم بسوس وفي ابن يوسف وفي دار الحديث والو، وماشي كان كذب والو، لأن المسألة هنا سوس وابن يوسف ودار الحديث لا أقصد الأذكار فقط، توحيد والو، الصلاة والو، عاد الأذكار. أما هذه الأخيرة التي قصدت فيها الأذكار ما عرفناها إلا 10 سنين بسبب بكر أبو زيد، بكر بن عبد الله أبو زيد السعودي في كتابه تصحيح الدعاء هو الذي علمنا معنى الأدعية والقراءة والأذكار بعد ما شرفنا، وليس هذا بغريب، فقد حصل ويحصل للجميع. بل هناك من ابتلي بالتعصب للذي ألف أن لا تعجبه دراسة ما كتبها أبو بكر غير عجبه رسوله
لا، رأى الواقع هذا، لأن الرسول الذي علمك الركوع والسجود علمك الصيغ، الصيغ نتاع الذكر، وعلمها لك مرة سرا ومرة جهرا، ولا يمكن لك أن تقلب الجهر مكان السر والسر مكان، وعلمك حتى واحد المصيبة تتسميها السبحة، تدخل المساجد المسلمين دابا وتتلقى هذاك الويل المعلق ماشي حشوم عليكم، وفين مشى عليك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض النساء من جملتها أمهات المؤمنين: اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات مسؤولات يوم القيامة. فكأن الرسول لم يقول هذا، فنسي المسلمون كل هذا رغم ما فيه من الفضل الكبير. تشهد عليك ولا تشهد لك؟ ومشيت للحج، فين تجيب بعد هذيك المصيبة؟ قال لك في موسم الحج، ثم تتبع بالأطنار. أيمتى وصلوا المسلمين هذا؟ وصلوا المسلمين إلى هذه المرحلة بعد أن جاهلوا معنى الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك من جاهله من هذه الناحية، وهناك من جاهل قيمته من حيث الشفاعة. كيف الشفاعة؟ شكون هذا اللي ما تطلب الشفاعة من المسلمين؟ كلهم. والذين يطلبون الشفاعة كثيرا هم الذين لا يصلون وتقولوا اللهم اشفعنا. الشفاعة راه كاينة، ولكن للذي لم يأتي بشروطها لا تثبت له الشفاعة، بل هو شفيع المؤمنين. أما المتكسل وقد ينتفع ذاك الكسل بهذه الشفاعة، ولكن إذا سمعت الصورة التي ينتفع بها هذا الكسول التعجب. وفي الحديث الصحيح أن من قال لا إله إلا الله، يعني هي لا تفارق محمد رسول الله، ولكن لفظ فيها غير هكذا، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره وإن أصابه ما أصابه. ما معنى هذا؟ مازال هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا محمد رسول الله مازال بتنفع هذا المفرط في آخر أمره، ولو تعب في قبره وفي المحشر وفي البرزخ وفي النار، مازال بسببها يخرج الله تعالى من النار ويدخله الجنة. أيوة، اللي سمع ستنتفع بها، ولكن رد بالك، راه هناك عذاب في القبر وفي البرزخ وفي المحشر وفي النار. كيف المؤمن يدخل إلى النار؟ نعم، ما قريتش أن المؤمنون العصاة يدخلون إلى النار؟ قال لك ما يمكن شيء، يدخل الجنة مع ذلك الأزهار كلها رزقه. وإذا قلت لك يمكن لهذا المفرط أن يبقى هناك 1000 سنة، تخلع أكثر، لدرجة أنك تقول إذن ما قيمة هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إلى من قدتني ولو كنت مفرطت؟ لا، نعم، إذا كنت تائبا قبل أن تموت هناك حل آخر. أنت مفرط 70 سنة من عمرك، وبعد ذلك الله تعالى أكرمك بالتوبة، والتوبة تجب ما قبلها. أما أن تعتمد على أفكارك وعلى أمورك فإن التكليف تكليف وتشريف، هو فيه شدة وفيه تعب، وقد سمعتم من آثار السابقين كلمات طيبة وتلخص من قصد، من عرف ما قصد في الآخرة هان عليه ما وجد في الدنيا. وفين هذاك اللي مقابل الوقت؟ باقي الوقت. المهم أنا الآن لقدامي من حيث السن أذكركم
بشيئين وهما أن تقارنوا بين ما أنعم الله عليكم من أسباب الإيمان وما لم يفز به أجدادنا في هذا الباب. أنتم يا أبناء 30 سنة و 35 سنة حتى 40 سنة أكرمكم الله تعالى بالإيمان، لا ننكر الدرجة، فالإيمان فيها ما فيها، فيها جو بعد جو، ولكن نحمد الله على هذا القدر لأنه لم يكن لآبائنا، ما يمكننا شيء. لا يمكن أن يجتمع الإيمان في مراكش، الإيمان بالله وبسيدي بن العباس، ها مشكلة الآباء في التوحيد. لا يمكن، لا يمكن، ماشي غير سيدي بن العباس، ولاو 7. ونحن نعلم تاريخيا أن الذي نشر هذه المصيبة في تاريخنا هو مولاي إسماعيل العلوي، نشرها ضد الشياضمة، لأن الشياضمة مغوغين في وقتهم، وتيقولوا رجال السحل، قال لهم أفين شوفوا رجال البلاد، ها هما هنا، هما هذوك الرجال، حيلة، حيلة ولم تعرف، ما لقينا اللي يشرحها لنا في التاريخ. إيوا كيف هؤلاء لا يصلون، يعني الركراكة ما عندهم سخطة، يحفظوا القرآن والصلاة ما كاينة، وما يقولوا يا ربي، رجال السهل خيار، جينا لمراكش رجال البلاد. هذا رجل سياسي رحمه الله داير داكشي اللي عجبه، ولكن مشكلة العلماء، أبو علي الحسن اليوسي هذا داير الحيلة سياسية ولا خرجت يزوقها، إلى بغيتي تزورهم بدأ بسديوس بن علي، ثم هذا ثم هذا ثم هذا، هل اللي تقول هنا وهل اللي تقول هنا وهل اللي تقول هنا، كأنها مناسك الحج. هذا عالم، هذا الشيء اللي عطل الساسة السياسيون دارين، والعلماء مدوخين، لأنهم يؤمنون بتأثير بنفع الميت، الميت الصالح. نحن لا نشك مثلا، وإن كان أهل الأمر لا نعرفه حقيقة، صلاح هؤلاء مسلمون ماتوا، لا نعرف في درجتهم في الصلاح، لا هذه ولا ذيك، ولكن نظن بهم خيرا. أما أن ينفعك بشيء رجال البلاد، تنفعك بشيء الرسول نفسه، ينفعك بشيء، لا نشك في درجة الرسول، لا نشك، ولكن ينفعك بشيء. وقد قال لفاطمة وللعائلة كلها من قريش، بطن قريش كلهم مختم بفاطمة، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي، فإني أما العلاقة بينك وبين الله، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. المسلمين ما يعرفوا هذا المعنى، هذا اللي ما يعرف هذا المعنى غادي يفهم الشفاعة فهما معوجا. الرسول هو سبب الخير الذي لكل أعطي لكل المسلمين، ولكن من ضم بشروطه، اللي بذل جهده إن شاء الله لن يجد إلا خيرا، واللي فرط لا بد يتعرض للمتاعب ثم ينقذه الله، ولكن هذه المتاعب صعيبة. إذن الإسلام السني ضروري، الإسلام زد السلفي ضروري، إنما أضفنا هاتين الصفتين للأشرار الذين يعاشرونك في الدنيا. هذا أمر ليس اختياريا، اضطراري. قلنا احمد الله تعالى على ما نعم عليكم من الإسلام السني السلفي، بل أعرف أنكم اجتمعتم هنا لهذا المعنى. نعم، فالنسبة طيبة، أن تنتسب
إلى السنة وإلى السلف هذا واجب، لكن لا تجعلك هذه النسبة تتعصب لبعض الخلافات التي بينك وبين إخوتك من السلفيين، لأن الشيطان يستغل كل خلاف. فإني قد رفضت أن أصلي بكم العصر لأنني عرفت ماذا ينشأ هناك. نحل معكم في القصر لا لتمام، لأن الناس من حيث المرجعية الفقهية تيرجعوا غير لابن عاشر، ما تيرجعوا لا الحديث ولا كاين الحديث في بلادهم. كيفاش؟ علاش كاين أنت تنفي الحديث عن بلادنا اللي هو شمال أفريقيا؟ نعم أنفيه، وأنت لا تنفيه؟ قال لك لا أنفيه، أعطيني الرجال اللي عندك. ما عندك. القاضي عياد نفسه هنا درس الفن ولا يوظف، ابن القطن هو اللي عندنا، علاش اللي ما تكون عندنا المئات والعشرات في شمال أفريقيا؟ ولو الحديث لا وجود له في تاريخنا، فكيف نكون سنيين مع غياب دراسة الحديث؟ حتى أحيا الله دراسته بواحد الأوروبي في هذا العهد. شكون هو؟ الشيخ الألباني. ماشي عيب هذا على العرب؟ مئات من الأدباء إلى الآن، الأدباء في اللغة العربية، ولكن ولا شيء. عندنا نماذج هنا في مراكش ما بغوا حتى الأذان ولا المسجد. ما معنى ما بغوا؟ يعني الأساتذة في التعليم العالي ما بغوا الأذان وما بغوا الصلاة. إوا تعجبوا، راه ما يمكنش يتعرف اش كدير حتى تبحث وتجرب. ونحن أنا دابا الشرف ما فتك إلا بالتجارب، وأعرف أنك انتفعت أكثر ياش مما كنا عليه في شبابنا. راه قلت لك قرينا في سوس وفي ابن يوسف وفي دار الحديث فما وجدنا، ماشي غير أنا. جاء سي عمر الجراري من الذين يدعون إلى السنة هنا قبل الشيخ شعيب وقبل، قال له الشيخ شعيب ما حيت حس براسه نقص زعما جاي من سوس قاري داك الشيء اللي عطله، ولكن عارف راسه. قال له سير الفاس، مشى الفاس شهر ورجع قال له راه الفقير بغيت نقرا، مشيت الفاس ما لقيت فيه لا الايمان ولا العلم. قال له عندك شي فليسات؟ قال له هذا الاصداع كيش تطلب القدم تلبسوا داك القفطان فيه دوك الازرار من فوق حتى لتحت. جراري ذكي كلها باللويز وخيط عليها. قال له هذا الشيء كله راه باللويز. قال له عليك بيه من القاهرة، مشى القاهرة وجايب في ذاك التاريخ 8 الشهادات اللي قد تعطى الحديث راه ما كاين حتى تما، راه ما كاين، ولكن جايب شي حاجة أفضل مما عندنا. وبقات يقري هنا في المواسين حتى داه الله. هذا السي عمر الجراري من الذين سبقوا إلى التيار السني في مراكش قبل الشيخ شعيب الدكالي وقبل سيدي أحمد قرام، لدرجة أنني أقول لهذا السلفيين اللي قدام منكم شوية مولاي أحمد المحرزي وين لقيتي السنة مولاي أحمد؟ قال لك من سيدي أحمد قرام العدناني. وفين لقيتي السنة العدناني؟ من سيدي أحمد مولاي أحمد العدناني. مولاي أحمد واحد آخر كان يقرينا في يامات فرنسا وهو السي عمر سرغيني. السي عمر راه في الاخر تأخر في الجامعة ديال كنت جليز تبصر وتقرا شوية حتى تهلا الخلوفي. قلت له الحاج عمر كنت كتقرينا في يامات فرنسا ما شمينا فيك لا ريحة السنة ولا، ويضحك منين جاتك السنة؟ سيدي أحمد قال لا بد من هذا الشيء، انتم انفسكم منين جاتكم السنه؟ من دور القران. وكان لا كاين شي حاجه اخرى متعكم الله بها من غير نحن، بحالاش القنوات؟ علاش كاين القنوات في وقتنا؟ لا. علاش كاين الكتب في وقتنا؟ لا. ما كاين والو، ما كاين غير داك النموذج اللي مخلط قلت لك شويه نتاع الفقهيات المشهوره وخمس صحيحه
زايدة مع شوية تحت الصوفية، زايدة مع شوية تحت الحزبية والطرقية، هادشي اللي لقينا. وأما أنتم راه تمييز الوقت ديالكم بأشياء لم تكن في وقتنا، وهذا نعمة الله عليكم. وكل نعمة تبعها ياش الحساب اللي قدها وكبر منها، تحسبك الله تعالى أعطاك هذيك النعمة، النعمة غير هكاك. ولكن راني دفعت عليك قبل شوية، قلت لك بغيتي تجتهد أكثر، ولكن الحرية ما كاين الله. إوا واخا هكاك، إلا ما كاين الحرية اللي هي تجعلك تجلس هكذا تخاطب الناس جماعة، عليك بالأفراد، عليك بالأفراد. إذا زاحموك في المسائل بحال هكا الاجتماعات، الله تعالى أعطاك إيش. المهم أن تجتهد ما استطعت، وإلا راه الحساب تبعك، لأن النعمة التي أعطيت لك كانت إيش، كانت زينة، كانت أفضل من النعم التي لم، من النعم التي أعطيت لمن قبلك أو لم تعطى، أعطيت أو لم تعطى. مازال الوقت، لأن صافي، لأن هذا المرشد العام قال في الأخر التدخل يعني المداخلات في نظره أفضل. قلت له وهو كذلك، أما أنا نتكلم غير أنا حسب ما يبدو لي هذا لا يكفي، لا بد هذيك العقيلة اللي مصدعك تخرجها، نشوف واش عندها شي حل أو ما عندها الحل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا، أحسن الله لك. جزا الله خيرا شيخنا الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على ما قدم وبين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يزيدنا علما وفقها.